السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأعزاء. هنتكلم إن شاء الله في هذا الفيديو عن إحدى الدعاوى شائعة الانتشار في رول المحاكم المصرية. هنتكلم عن دعاوى الطرد والإخلاء لعدم سداد المستأجر للأجرة. هنقول شوية ملاحظات مهمة جدا في هذا الموضوع، يعني تهم كل السادة المحامين وتهم المستأجر والمؤجر على وجه التحديد. إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة فيقوم المؤجر غالبا بعمل إنذار يكلفه فيه، إنذار تنبيه بالوفاء يكلفه فيه بسداد الأجرة المتأخرة، ويمهله 15 يوم عشان يسدد الأجرة. إذا فات ال 15 يوم أصبح للمؤجر الحق في رفع دعوى طرد أو إخلاء على المستأجر. وطبعا هناك فرق بين الطرد والإخلاء، ودي هنخصص لها حلقة إن شاء الله مستقلة، وهنتكلم فيها كمان عن اختصاص المحكمة الكلية أو الجزئية بنظر دعاوى الإخلاء. إذا رفع المؤجر دعوى الإخلاء طالبا الفسخ مع التسليم، فيمكن للمستأجر أن يتوقع الطرد أو الإخلاء أو الفسخ بأن يسدد الإيجار المتأخر عليه. طيب خلينا بقى في الواقع العملي، الدعوة رفعت والمستأجر سدد الإيجار اللي عليه أثناء نظر الدعوة، بيذهب بنفسه أو عن طريق طبعا المحامي بتاعه أو بموجب توكيل الأستاذ المحامي عنه، وبيحضر الجلسة وبيقدم للمحكمة ما يفيد السداد. سداد إيه بقى؟ سداد الأجرة بملحقاتها القانونية. لازم يخلي باله من رسم النظافة والعوايد، إن كان في أجرة البواب، إن كان نور السلم، الكلام ده كله. وطبعا ده كله مرتبط بعقد الإيجار وما اتفق عليه في هذا الشأن. فلازم ينتبه المستأجر إلى أنه عندما يقوم بالسداد فإنه يقوم بسداد الأجرة القانونية بملحقاتها. طيب المحكمة بتعمل إيه بقى في هذه الدعوة؟ المحكمة بيبقى فيه تصرف كالآتي: المدعي، أنت دلوقتي خدت فلوسك؟ أيوة، سدد. ممكن جدا المحكمة تقرر شطب الدعوة بناء على طلب مين؟ المدعي اللي هو رفع الدعوة. بس هنا شطب الدعوة هيثبت في محضر الجلسة انه تم سداد الأجرة المتأخرة، والشطب ده هنا بقى هيبقى مهم جدا يعني لتحديد بعد كده القدرة على تكرار التأخير في الأجرة إذا ما تكرر امتناع المستأجر عن السداد. يعني الشطب هنا مش معناه ان الدنيا خلصت، لا، ده لازم ينتبه يعني المستأجر ان الشطب ده رغم هذا طالما اثبت في محضر الجلسة انه قد سدد وان المدعي قد تنازل عن السير في الدعوة او طلب شطب الدعوة بناء على هذا السداد، اذا اصبحت سابقة على المستأجر، لازم ينتبه للنقطة دي. واحيانا بتستكمل المحكمة الدعوة وتقضي فيها بالرفض للتوقي بالسداد، برفض طلبات المدعي لان المستاجر سدد فعلا، خلص الراجل دفع وخلص. كل هذا بقى نحتاجه بعد كده ننبه به المستاجر، نقول له لو سمحت اياك ان تتاخر ولو يوم واحد عن سداد الاجره عن موعدها، لان للمالك او للمؤجر، وطبعا ممكن يبقى مالك وممكن يبقى مؤجر وممكن يجمع الصفتين، لازم تنتبه ان المؤجر لو رفع عليك دعوة تاني بعد كده للتأخير في سداد الأجرة ولو ليوم لأسبوع لشهر هتبقى اسمها دعوة تكرار في التأخير في سداد الأجرة. هتقولي طيب ما أنا أثناء التكرار أدفع. لا، إذا سدد المستأجر الأجرة المتأخرة أثناء نظر دعوة التكرار فهذا لا يمنع من صدور الحكم بالطرد عليه أو بالإخلاء عليه، لأنه سبق أن تأخر عن سداد هذه الأجرة.
بالتالي القانون في دعاوى التكرار للتأخير في سداد الأجرة جعل السداد بعد رفع الدعوة غير يعني غير منهي لهذا الأمر أو غير جائز لكي يحكم برفض الدعوة أو ما شابه. من النقاط المهمة برضو اللي لازم نتعرض لها في هذا الموضوع مسألة غاية في الأهمية، وهي أنه لا يشترط في دعاوى تكرار التأخير أن يقوم المؤجر بعمل إنذار تكليف بالوفاء أو إنذار تنبيه بالوفاء، بالتالي يعني يجوز رفع الدعوى على طول. فدي مسألة لازم المستأجر ياخد باله منها، ولازم يكون حريص على عرض الإيجار مقدمة طالما أنه قد تعرض لسابقة في التأخير. عايز بقى أقول نقطة أو قاعدة، يعني دي حصلت واقعا في قضية جات لي أنا، فوجئت إن مؤجر رفع على المستأجر دعوة بعدم سداد الإيجار، فحضر المستأجر وقدم ما يفيد السداد لغاية 30/6، وخلينا نمشي بالتواريخ عشان دي واقعة حقيقية. المحكمة كانت تنظر الدعوة يوم 16/7، يعني هو قدم للمحكمة إنذار عرض إن هو سدد لغاية 30/6، وكانت الجلسة اللي هيقدم فيها الإنذار ده 16/7، فقدم الزميل ومعه المستأجر إنذار بما يفيد السداد لغاية 30/6، وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم، وقضت المحكمة بطرد المستأجر لأنه لم يقم بسداد الإيجار المتأخر حتى قبل قفل باب المرافعة. هو قفل باب المرافعة كان 16/7 وهو سدد لغاية 30/6، في 16 يوم فرق. 16 يوم دول الإيجار كله 20 جنيه، يعني 16 جنيه دول 10 جنيهات. حكمت المحكمة بالطرد. فلازم ننتبه إلى أن في هذه الدعوة، في دعاوى الطرد، لازم ينتبه المستأجر إلى سداد الأجرة حتى قبل قفل باب المرافعة. طيب لو فرق أيام يسدد الشهر اللي فيه الجلسة هتبقى فيه، يعني الجلسة هتبقى يوم 15/16، ما يسدد الشهر اللي هو الشهر اللي هيبقى فيه حجز دعوة للحكم، ايه المشكلة؟ بحيث ان هو يبقى في الامان ولا يتعرض لواقعة طرد لشيء بسيط، لا يعني ممكن يبقى عقار او حاجة مؤجر محل مثلا بقيمته على الورق مثلا 2-3 مليون جنيه، ويضيع الدنيا على امور بسيطة جدا وحاجات كان ممكن يتوقعها ببساطة لو انه انتبه. زائد بقى ايه ملحقات الاجر يخلي باله منها، وفي حاجة اسمها المصروفات والنفقات الفعلية اللي تقدرها المحكمة، وفي الغالب تقدرها ب 200 جنيه 300 جنيه، لازم ينتبه ليها ويكون مسددها في هذا الأمر. أخيرا هقول ملحوظتين سريعتين برضو حوالين يعني العلاقة بين المالك والمستأجر. الأولى أنه لو أن عقد الإيجار مكتوب فيه عقد إيجار بالجدك، وده في حالات كتير كان بيبقى مكتوب كده، لكن الواقع انه ليس جدك، هو بيحط كده عقد صوري عشان يرفع الايه الاجره. في هذه الحاله لو ان المستاجر اثار هذه الجزئيه امام المحكمه وطلب من المحكمه التحقيق بشان الاجره الحقيقيه القانونيه والتي تختلف عن الاجره المكتوبه في العقد، فعلى المحكمه ان تتصدى لتحديد الأجرة الواجب سدادها ولا تعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار. النقطة الأخيرة عشان ما اطولش على حضراتكم، طيب لو في دعوة الإخلة اترفعت الدعوة من المؤجر أو المالك على ورثة المستأجر، المستأجر مات والمقيمين الورثة، وراح مغتصب واحد فيهم وأخذ عليه حكم بالطرد وأصبح الحكم نهائي، هل هذا الحكم ملزم لباقي الورثة أم لا؟ طبعا هذا الحكم
طالما أنه لم يتم اختصاص باقي الورثة فهذا الحكم غير ملزم لباقي ورثة المستأجر ولهم حق المطالبة بامتداد العقد إليه. طب الحكم بقى النهائي ضد واحد فيهم، خلاص هذا الحكم أصبح حجة عليه، ولكن للباقين حق المطالبة بامتداد العقد إليهم. وأخيرا كل عام وحضراتكم بألف خير، وأشوفكم دايما في أفضل حال وأسعد حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.